السلام عليكم ورحمة الله. مرة أخرى موضوع السوق الأسبوعي ديال اليوسفية. آخر مرة كنا تكلمنا على النفايات والترياب و و و و و ووجهنا رسالة للمجلس البلدي باش يدير مراقبة باش ينقي هاد الدنيا هادي. اليوم كنتفاجئوا بهاد العجب، شي واحد جا نظف الكوري ديالو أو لا نظف هاد واش الكورنا ولا شي حاجه، موش حاجه بحال هادشي، وجا حط لينا هاد العجب هنايا، يعني في داك البوست اللي هما فين كان نستاسيونيو فيه وعامر ترياب، جاو زاحمونا بهادشي، علما ان هنا راه ولا دابا صدر قرار ديال المجلس البلدي باش حتى حد ما باقي يرمي الزبل هنايا. انما في غياب المراقبه وفي غياب الاليات الزجريه ديال الجماعه، راه طبيعه الحال هذا الشيء غير غادي يزيد يستفحل وغيزيد يكثر. عساس كنظن ما غيكلف شي حاجه كثيره، على الاقل هذا الانسان اللي ساكن هنايا لو انكم دبرتوا عليه غادي يرد لكم البال وغادي يقضي لكم الغرض. انما حدث ولا حرج، وبقى داوي وراك ديما خاوي. يوسفية غتبقى هي، وهذه رسالة موجهة للسيبوريات اللي كنت هضرت معاه مؤخرا، موجهة للسي القاضيري. أما النافع هذاك راه الهضرة معاه غير مضيعة للوقت أصلا. السيبوريات جاوبنا على هذا الفيديو وجاوبنا السي القاضيري، شكون المسؤول على بحال هذا الشيء؟ وعلاش ما كتراقبوش أموركم؟ راكم مسؤولين على السوق زعما. والسلام عليكم ورحمة الله.